زين، واحد من اكتر الاجهزه اللي بتبيع عند اوبو هي سلسله الرينو. برغم ان سلسله الرينو بديله سلسله الاف الشهيره، اسعارها بتكون مبالغ فيها حبتين، بس في نفس الوقت بتقدم موبايلات قويه جدا، موبايلات مميزه من ناحيه الاداء ومن ناحيه المميزات اللي بتيجي بيها كمان. الرينو 7 ما كانش على قدر التوقعات، بس الرينو 8 موبايل قوي جدا. سلسله الرينو 7 ما نزلتش عندنا مصر للاسف، والاوبو رينو 8 نزل دلوقتي، وفي تسريبات كمان عن الاوبو رينو 9، والاجهزه دي كلها تقريبا مش هتنزل عندنا مصر، ونتمنى اجهزه الرينو 8 تنزل عندنا في اقرب وقت. فده واحد من العائله الكريمه بتاعت الرينو، الاوبو رينو 8 العادي، ده اصغر موبايل في الفئه السعريه دي، في اصغر منه بالفعل، بس ده يعتبر واحد من اقوى الموبايلات في سلسله الرينو، واحد من افضل الموبايلات في الفئه السعريه دي. فخلينا نعرفك كل التفاصيل عن الموبايل ده، الاوبو رينو 8. ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك في اقرب وقت ممكن. عايزك تكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل حاجه عن الموبايل ده من غير بقى كلام كتير. خلونا ندخل على طول في التفاصيل. انا لا انساك فلسطين، ويشد بي البعد، انا في افيائك نفرين، انا زهر شوك، انا الورد. مبدئيا تصميم الموبايل هنا تصميم من البلاستيك مع فريم كمان من البلاستيك. تصميم الموبايل تصميم لطيف، شكله حلو مع سيت اب الكاميرات الكبير ده. تصميم الموبايل تصميم روج جدا الصراحه. من ناحيه بقى التصميم الامامي والواجهه الاماميه والشاشه بتاعت الموبايل ده، فالموبايل هنا بيجيب شاشه اموليد. الشاشه دي 6.4 انش فول اتش دي بلس بكثافه بيكسل 409 بكسل لكل انش. الشاشه هنا بتيجي بريفريش ريت 90 هرتز مع معدل برايتنس بيوصل لحد 800 نتس في وضع الذروه او تحت اضاءه الشمس المباشره. الشاشه هنا على طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5 مع دوت ديسبلاي اعلى يسار الشاشه، مع حواف جانبيه وعلويه صغيره جدا باستثناء البيزل السفليه دي، شكلها كبير وملاحظ جدا. شاشه ممتازه من ناحيه الاداء، كنت اتمنى انها تكون ب 120 هرتز بدل 90. طبعا الموبايل نسبيا حجمه صغير 6.4 انش، ولكن بشكل عام تصميم الشاشه تصميم كويس مقبول باستثناء ال 120 هرتز طبعا اللي مش موجوده، وموجوده بدلها 90 هرتز بس. الموبايل ده من ناحيه الاداء معلم، فبيجي ب 8 او 12 جيجا بايت رام. نوع الرام هنا LPDDR4X مع 128 او 256 جيجا ذاكره داخليه، ونوع الذاكره هنا UFS 3.1. الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي. الموبايل بيجي مع الاندرويد 12 مع الكالر او اس 12.1 مع الدايمنستي 1300، المعالج ده 6 نانو، والمعالج ده تصنيفه معالج فلاكشيب او معالج رائد طبعا. والمعالج ده هيوصل معاك لعبه زي ببجي على اعدادات متوسطه او اعلى من المتوسطه بشويه لحد 70 فريم او 75 فريم بحد اقصى، وهيكون الاداء استابيليتي ومستقر معاك جدا لان المعالج ده معالج قوي فعلا. اي نعم المعالج بيسخن سيكا، ولكن اداء المعالج قوي جدا. فمن ناحيه الاداء الموبايل ده يديك اداء قوي جدا بفضل المعالج القوي وسعة الرام 8 جيجا بايت في اقل نسخه مع الكالر او اس 12.1. من ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل باف 1.8 مع كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل مع كاميرا العمق او ديبس اوف فيلد 2 ميجا بكسل، ولكن هنا تم الاستغناء عن الكاميرا الالترا وايد اللي كانت 8 ميجا بكسل في الاوبو رينو 7، مش عارف ليه مش موجوده الصراحه في الموبايل ده، واستعاضوا عنها بالسنسور بتاع الدبس، مش عارف ليه الصراحه. الموبايل ده بيصور لحد 4K. ومن ناحيه الكاميرا الاماميه عندك كاميرا 32 ميجا بكسل بتصور لحد فول اتش دي. الموبايل بيجي بسماعات مونو، سماعات هنا مش ستيريو. الموبايل ما بيجيش مع منفذ 3.5 مللي. الموبايل بيدعم الان اف سي، ما بيدعمش راديو اف ام. من ناحيه البصمه والفينجر برينت، في الفينجر برينت هنا موجود تحت الشاشه، اداؤه سريع واداؤه مستقر جدا، بمجرد ايدك ما تلمس الشاشه البصمه بتفتح على طول. من ناحيه البطاريه فانت عندك بطاريه 4500 ملي امبير مع شاحن 80 واط. الشاحن ده بيشحن البطاريه 45% في 10 دقائق، وبيشحنها 100% معلم فول على الاخر في 28 دقيقه. الموبايل كمان بيدعم الشحن العكسي. سعر الموبايل النسخه 8128 ما يعادل 6700 جنيه مصري. طبعا لما ينزل عندنا مصر سعره هيزيد عن كده اكيد، ممكن يوصل لحد 7500 جنيه مثلا، ده في اقل تقدير يعني، وممكن يزيد عن كده كمان، بس في الحاله دي لو نزل، وممكن ما ينزلش اصلا يعني زي الخول اللي فات. بس الرينو 7 الحمد لله ان هو ما نزلش لانه كان موبايل محبط جدا. نتمنى ان الرينو 8 ينزل لانه موبايل قوي برغم ان في بعض التحفظات عليه. على سبيل المثال الكاميرا الالترا وايد اللي مش موجوده هنا في الموبايل ده، عدم وجود الريفريش ريت السريع ال 120 هرتز، الشاشه هنا 90 هرتز بس برغم كده الموبايل ممتاز، موبايل هيكون قوي جدا. لو كان الموبايل ده ب 120 هرتز وكاميرا الترا وايد كان هيكون موبايل قنبله حرفيا. اكتب لي تحت في الكومنتس رايك بخصوص الموبايل ده والتسعير بتاعه، وهل تتوقع ان الموبايل ده ينزل مصر، ولو نزل هيكون سعره كام بالظبط؟ هستنى اراكم كلها تحت في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، عايزين نوصل للفيديو ده ل 100 لايك في اقرب وقت ممكن، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي يا معلم. يلا سلام.